تستعد شركات الهواتف الذكية لاستعراض ابرز منتجاتها من الهواتف عالية المواصفات في مؤتمر الجوال العالمي 2017، والذي ينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية غدا ويستمر حتى الثاني من مارس القادم. ومن المتوقع أن تطرح الشركات الكبرى في مجال الاتصالات آخر المستجدات بدءا من كوريا الجنوبية والصين وتايوان واليابان. لا سيما وأن الشركات تدخل في منافسات ضخمة لفرض نفسها وهيمنتها على السوق الدولي. التحديات التي واجهتها الشركات من تراجع المبيعات مرورا بضعف النمو وتشديد اللوائح جعلتها تقدم مميزات جديده للهواتف بهدف جذب المستهلك لتكون لاعبا في السوق الذكيه ومن المرتقب ان تطرح الشركات المهيمنه على السوق تسعه اصدارات جديده من الهواتف عاليه المواصفات والدقه وتراهن الشركات على تقنيات متطوره للحد من استهلاك الطاقه والشحن اللاسلكي وكاميرا ثنائيه العدسه. ودقه عاليه اضافه الى سعه تخزين عاليه جدا